قلت الاخ العزيز باقي عندكم اربعه نقاط. الجيش الوطني خمسه، انا نسيت واحد اخر غير الجيش الوطني، وكاله تعذيب احتكار، عقود ابلس، هادو هما حنا، هادو هما حنا باش كنعيشوا، هما اللي معطلين. اذا ما يمكن لك تمشي تجي. الاشكال الكبير اللي ماشي الاشكال يعني الظاهره، هذا النقاش اليوم هو النقاش ديال 2008، الاهتمام بالقانون المهنة اللي درناه في 2008 ودارته النقابات عندما كان يهيئ القانون الاكتشافي بالعمل اليوم نفسه او اكثر منه او ضعف منه، ولكن كان النقاش حول المهنة، حول مصيرنا، مهامنا، كيف نشتغل، هل هذا القانون سيغطي سيرضينا ام لا يرضينا. اذا النقاش كان، لكن في نهايه المطاف اكتشفنا على انه القرار ليس بايدينا. نقاشنا قوي متضامن، بل كتبناه كما قال استاذ نقيب درميش وهو كان واحد المقررين للقانون الحالي، كتبه المحامون، والقليل كتبه المحامون كان من اسباب عقلته، لان عندما قدم كمشروع من طرف وزير العدل سد عليه الامين العام للحكومه في المجزر والسلام عليكم. وهذا المشروع كان تكلموا عليه راه مسوده ديال وزير العدل، باقا ما عند امانه الحكومه، ما عند رئيس الحكومه، ما عند حتى شي واحد اخبار، باقي عندهم ارائهم اللي حنا ما كنعرفوهاش. عاد واش باقي واحد الحاجه اسمها البرلمان، كيمكن يجي اخر واحد يجيب لك اخر تعديل ويحيد لك اهم حاجه فيه، ومني كتدخل هذاك التران ديال الصوت حتى واحد ما كيتحكم فيه. راه عندنا اخ دريس كان وزير علاقه مع البرلمان ويعرف كيف تسير الامور. لهذا انا لست متفقا على تعديل القانون بكامله، لسنا محتاجين لتغيير القانون بكامله، هذا مخاطرة كبيرة بالنسبة لما حمله النص من مكتسبات، فيه عيوب لكن فيه مكتسبات، فيه عيوب لكن فيه مكتسبات. من الأسباب التي عرقل بها المشروع الأول أمران، أمر الأول هو الموقف ديال الأمين العام رحمه الله السي صادق اللي كان كيقول خلافا لما سمعنا الآن ما كاينش شي مواطن كيصوب القانون ديالو لراسو، والقانون كتصوبوا الحكومه وكيصوت عليه البرلمان، والمحامون هما مواطنون يخضعون لنفس المقاييس، وما يمكنش نسمح حنا كل فئه تصوب ليا القانون ديالها. ولكن قال حاجه صعب منا، عندما كنا نناقش بدينا عندنا واحد فورسينغ بسبب العدد الكبير ديال البرلمانيين المحامين اللي كانوا بالاخص في لجنه تعدل الشريعة، اخ دريس، فول الانصاري، غمو، رميد، هذا كبير الاخوان اللي كانوا، كان واحد شويه ديال كنقولش كان واحد الاخوان يعني كان واحد شويه ديال الضغط. لكن ملي كنا كنناقشوا وصلنا لواحد البال ديال الحسابات، واحد مسؤول في وزاره العدل زرني وقال لي الله يخليك هذاك الشيء ديال الحسابات ملي غيتنفذ شي ملف المحامي يجي ياخذ الشيك ديالو من كتاب الضبط، والموكل يجي ياخذ الشيك من كتاب الضبط. الكلام اللي كتقول المسؤول الكبير الله يجزيك بخير ما تقولوش لنا في اللجنه اليوم، قلتي لنا راه غيوقع لنا شي مشكل. هذا الكلام كتقول لنا داخلين في الكروار تقول لي خصك تتشاور فيه مع ناس اش نديرو، اجلنا ملي وصلنا للحسابات اجلنا من المناقشة. خرجت خبرت الاخوان ديالنا رئيس الفريق ديالنا خالد ريس وفضل رئيس الجمعية، وبان على أنه قضية ديال الحسابات هي المشكل الحقيقي. غادي يبان المشكل الحقيقي لأنه من بعد غدوز واحد ثلاث أيام غادي يتصل بيا الأمين العام الله يرحمه مسكين كيدي معايا على واحد القانون آخر. ملي سالينا قلت له هذا القانون المهنة مالكم علاش حبستيه لنا، ويقول لي رحمه الله حلوا هذاك المشكل في الفلوس وديروا في القانون اللي بغيتوا. فهمت على انه هذيك نقطة أساسية في القانون بالنسبة للحكومة. أنا اليوم ما عندي حتى شي ضمانة غدا يجي البرلمان ويجي فيه 57 ويجي مقترح في البرلمان ويتحيد 57. شنو غنديروا له؟ نديروا له السيتينغ في البرلمان. لهذا
ماشي من المصلحة ديالنا يتعايد القانون كاملا. اللي مصلحة من هو أننا نبيئوا القانون ديالنا في صلب الدستور اللي جا اليوم، لأن سابقا لم يكن لدينا سقف دستوري نتكلم عليه، اليوم لدينا سقف دستوري نتكلم. مع الأسف كي قالوا الإخوان منذ 2011 اليوم كل قوانين التي صدرت لا علاقة لها بالدستور، كأن المغرب يشتغل بدستور 1996. لا أثر لي الدستور في أي قوانين، حسبهم كاملين دوزوهم. كنظن لهذه الأسباب لو خرج، لو صادق المحكمة الدستورية على القانون المتعلق بالدفع الدستورية لتوقفت المحاكم، لتوقفت المحاكم، لأنه كيمكن لك في محطه يدك وانت غادي، كيش ممكن. لكن حنا الغياب ديالنا الاشياء اللي خصنا نتكلموا فيها، حنا كنظن ما بقاش نتكلموا على الاخرين، نتكلموا غير على انفسنا. ما بين 2011 واليوم اقتطع من مهامنا، من المهام ديالنا اشياء كبيره. كلام اللي سمعتوه ديال الاستاذ درميش على ذاك الوكيل القضائي دي جماعات، لا ماشي المهم هو يعينوا وكيل ينصوا على وكيل قضاء جماعات، لا، زادوا كلمه يرافع. حيت الوكيل القضائي اليوم لا يرافع، كيدير مذكرات، كيجي مذكره كيدير مذكره كيدير. حنا وقع عندنا واحد المشكل في الدار البيضاء وتناقشنا في الجلسه والمحكمه، حكمت قالت له لا، بغى يرافع واحد مدير الجمارك، قالت له تناقشنا ما عندك الحق، المحكمه حكمت لا، انت القانون ما كيقولكش ترافع. هذا لا، داروا له يرافع. شنو المعنى يرافع؟ انت لابس البدله وحدك، لابس كوستين، معين وزير الداخليه يقول لك ما بغاو، يقول لك ما بغاو، تلاج انت وياه، انت عندك النقيب خايف منه الاعراف، هو ما عنده لا اعراف ولا هذا. الاولى. الثانيه، رئيس الحكومه السابق، الحكومه السابقه اللي قبل من هذه، دار دوريه كيقول فيها عندما تختلف الادارات ما تمشيوش للمحاكم، سيروا التحكيم عند الوكيل القضائي المملكه. وزير الداخليه دار دوليه كيقول فيها عندما تختلف الجماعات ما تمشيوش للمحاكم، سيروا التحكيم اللي كاين في المركز المالي. المسطره المدنيه حيدت المسطره الكتابيه من الاسره، يعني ما قال غادي يكتبوا ذاك الكاتب عمومي، تقدروا تقول لي احنا في غادي نمشيو واش غنديروا من بعد. اهم حاجه السي استاذ الانصاري اخوان الساده النقباء هو المسطره الكتابيه في جميع القضايا. احنا هذاك الشيء كله كيمكن لنا عاود نذكروا في المجلس الوطني، ما المجلس الوطني، هل 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 هذاك اللي دفوت، هل النقطة الأساسية اليوم كيقول لي حكا شنو التبرير اللي دار وزير العدل في الحكومة ديال 2011؟ حيت هو هذه المشاريع راه ماشي ديال الوهابي، هذه مشاريع ديال وزارة العدل اللي كان فيها السي مصطفى رامي. كان كيقول هو هذوك الناس الفقراء ما عندهم محامين، حنا نوبوا عليهم بالمساعدة القضائية. اللي ما عنده فلوس نوبوا، حنا دائما من منذ أن كانت المهنة كانت المساعدة القضائية. إذا هذا السؤال ديال أن الناس ضعاف ما يمكنش يأديوا الأتماء أتعاب، خصنا نزولوه. أول قضية اللي كيخشلا فيها نقاش هو أنه أي ملف في المحكمة فيه محامي. محامي كينوب على المواطن، كينوب على الدولة، كينوب على الإدارة، كاين المحامي. هذه النقطة اللي عندنا. وعندي اليوم باش ندافع عليه. حنا ديما كنقولها واخا شي واحد ما كيعجبو الحال، المهنه هي المشغل الثاني بعد الدوله للاطور. بغيتو النجاعه، كيفاش كتصور النجاعه والمواطن داخل منفرد مع القاضي؟ فين النجاعه؟ فين كتبان النجاعه؟ غيقول له عدم اختصاص النوعي، غيقول له الحز الوصفي، غيقول له الاجل ديال 15 يوم باش دير المنافسه، غيقول له الاجل ديال بيع العيوب، منين غيجيبها المواطن العادي هذه المعلومه؟ وفين هي النجاعة إلا كان فيها غيدخل فيها المواطن العادي؟ واحد المرة في المحكمة قال لها القاضي عدم اختصاص، قالت له وليدي وشنو هي عدم اختصاص؟ هو بغى يشرح ليها مسكين، قال لها ماشي شغلنا، قالت له وليدي شغل من؟ بحيث أنه اليوم كعندنا الحق أننا نطالبوا بأن تعميم، حنا وكان هذيك كلمة احتكار نحاولوا قد ما بعدنا قد ما مزيان. نتكلموا على المسطرة الكتابية في جميع المساطر. نظيم قضائي اللي خرج اليوم. بدا العمل به. كانت عندنا لجنه ثلاثيه بفضل واحد جوج نقباء، نقباء سابقين منذ الثمانينات، فرضوا على الوزاره على انه اي محكمه استئناف كاينه واحد لجنه ثلاثيه فيها الرئيس الاول، وكيل العام والنقيب. هذه اللجنه الثلاثيه كتجتمع كل شهر سبعه
قبل الدخول وكتهيئ الدخول، وكنعرفوا القاضي شكون اللي غيكون، ولا كان شي قاضي فيه شي مشكل، ولا فكاتي فيه مشكل، ولا كان شي محامي فيه مشكل، كاين واحد التفاوض في هذيك اللجنه ديال الحكماء، وكيهيئوا لنا في سبتمبر ملي كنجي كنلقى انا البلاغ ديال النقيب، وكنلقى البلاغ ديال الرئيس، والامور مشتغله. اليوم حيدوا النقيب وداروا كثير الضغط، اخرجونا من التنظيم القضائي، اخرجوا المحامين من التنظيم القضائي. لهذا كتشوفوا انتم كتشوفوا القاعات الصباح الصباح الشيء عشيه ما عندنا خبر، حتى كنوصلوا بحال كاع الناس كنعرفوا اشنو كاين. هادو هما النقاط اللي كيخصنا حنا تكون عندنا فيها المعركه، الا كان شي حاجه من هنا الاثنين الاولويات ديالنا حنا اللي كنظن على انه ما يمكنناش نتكلموا عليها. وكاين القضايا اخرى مؤسسيه، ما كنفهمش ان المنافسه يتمنع عندنا المحامي، واش من حق؟ واش من حق نجي للمحكمه الدستوريه ما يكونش فيها المحامي؟ والسؤال وعلاش درتو في المحكمه الاداريه المحامي؟ علاش؟ حيت الاداره، حيت لا غيديروها بلا محامي، اي واحد غيبدا يحط لها مقالات، حيت من الصباح الناس ضاربين مارك الاداره، دار الخليفه البوليسي المقدم، اذا دير المحامي يحبس شويه. ولكن المحكمه الدستوريه لا، ما يكونش فيها محامي. غير شي مواطن يدير لك، اذا غيولي حد يدير يعطي لواحد وكاله لواحد اخر يكتب له المقال. وغيعطيه وكاله ويكتب انا فلان انا وبعد فلان وندير ندير الوكاله ديالي باش يمكن لي النوض. وحنا اليوم واضعين علينا الاشكال، الوكاله خصها تكون مكتوبه، هذه الوكاله مكتوبه فيها حق اريد به باطل. اولا اليوم ما وضعش المشكل. فين مشكلة الوكاله اليوم؟ فين الموضوع؟ ما موضوعش. ثانيا كاين في القانون المهنه على انه في حاله خلاف حول الاسعار ان المحامي خصو يجيب الوكاله، حنا قبلناها من 2008، اذا ما يعاودش يتوضع عليا انا المشكل في الوكاله من جديد. الا الا كان عندها شي اغراض اخرى. اللي صافي تحلنا عمرنا من قبلها. التحول اللي كاين اليوم والنقاش اللي كاين اليوم حول المهنه هو نقاش واحد اخر. الان كاينه تقويه مؤسساتيه لسلطه القضاء بقوانين تنظيميه، اي مطابقه مكمله للدستور، ما يمكنلكش تعدل اليوم القانون التنظيمي في البرلمان بالمقترح القانون. جوج مؤسسات، مؤسسه السلطه القضائيه الاخرى واخا فيها القانون ديال استقلال النيابه العامه فيها قانون. لكن كاين ضعف المؤسسه ديالنا. وسنزيدها ضعفا اذا ما عدلنا هذا القانون. كاينه واحد الرغبه ديال الساده الوزراء، الاصدقاء ديالنا اللي قال لك الوزراء ما يكرهش يوقع شي نهار شي قانون بسميتو قبل ما يمشي. لكن ما كنظنش على انه هادشي متاح اليوم. وغير وزيرنا صديقنا العزيز سي وهبي اللي اليوم ملي قدم المسطره المدنيه ارضوها. حطات في الامانه العامه وصلت للمجلس ارضوها. اذا هذا احنا غير في المسوده، باقيين في المسوده، يعني في رأي الوزاره اللي هو ماشي راي هذه الوزاره، ولاد لا وزير الاخر هذه جايه من 2011 اللي غترجعوا قوانين اخرى كاين. لكن خصنا ثاني نصفوا الاشياء. هذه المسوده فيها عدد كبير ديال الايجابيات. ماشي السلبيات، فيها السلبيات وفيها عدد كبير الايجابيات. فيها واحد نفس الاشراف ديال واحد الاشكالات اللي ربما غيوقع لنا ضغط عليها. تكلم استاذ عمو على اهتمام الاتحاد الاوروبي بالمغرب. لكن راه واضعين قضيه المكاتب الاجنبيه. واضعينها بعنف. باش نستمر وخصني نجيب معايا المكتب ديالي، انتم ما تعاملوش معاهم. ما تعاملش معاهم. لانه حنا عندنا مشكل اليوم ديال القضاء، القيمه ديالو. وماشي الاجنبيين اللي قالوها، دازت واحد الوثيقه مهمه وما رضيناش البال. تقرير تنموي قال من العراقل الاربعه للتنميه القضاء. وي وي حتى واحد من الدافئه داز رقم واحد من عوائق التنميه في المغرب القضاء. وملي كيقول القضاء كيقولوا حنا، حنا معنيين حنا بالعمليه ديال 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 الاصلاح او الافساد. هاد 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 القانون كنظن فيه يعني الانسان اللي بغى يشوفه، ولكن ما يكونش الوقت لهذا الشيء كله، فيه ملاحظات كتعلق بمدى مطابقته للدستور، وفيه ملاحظات كتعلق بواحد الحقوق المكتسبه اللي ما كيخصهاش تنازلوا عليها والا ما بقى والو، وفيه ملاحظات كتعلق بالمستجدات الايجابيه، وفيه شي حوايج اللي خصها شي تدقيق. هادشي الا كان ضروري اننا غادي ندخلوا فهادشي، وان كنقول انا راه في اعتقادي فيه مخاطره. كيمكن الوزير يكون معنا مزيان، كيمكن كلشي مزيان، حتى واحد ما كيضمن البرلمان. حتى احد حتى في القانون 8 كانوا كيجيونا الاخوان اللي حضروا، كيجي واحد
برلماني كيجيب لك الملف كيقول لك فلان المحامي فلان الصفار الفاعل التار كيفاش جايب لنا القانون، سكتوا تحذروا وطلبوا وتصوروا باش تحل معنا المشكله. اليوم غادي نخافوا من هذا الوضع الان، ولا راه التجربه دازت قيد الضرائب، زملاء ديالنا ولا انقلاب ثانيين ما عندهمش مواقع في احزابهم اللي غيمكن يفرضوا، واخا كاين برلماني ولكن ما عندوش ما يمكنش يدير معاه وهبي غيجي مع شي واحد صاحبنا ماقدرش يدير معاه وبيجرى على وزير هذاك مدير الوزير الداخلية يجرى عليه. إذا ما عندناش من لوموس الإخوان ديالنا، ولكن خصنا نستحضروا هذا المعطى لأنه إذا دخلنا البرلمان حنا داخلين على المجهول على الأطلاق. لهذا كان الجامعي اللي توجه الأخ دريس توجه له بالوزن ديالو السياسي في البرلمان اللي كيمكن يلعبوه السياسيين السياسيون في والسياسيات في البرلمان، واللي هي مهمة صعبة ماشي سهلة كيف كتعرف. ما يتعلق بالقيمة ديال المهنة ديالنا حنا وفي القانون ديالنا، كنظن على أنه ملي كنقراو القانون ما كنلقاوش شي أثر ديال الأهمية ديال المهنة في النسق الدستوري ديالنا. اليوم الدستور فيه جوج التزامات ديال الدولة، التزام الأول أنها ملزمة ضمن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، الفصول كنظن من 13 ل 14 ولا شي حاجة بحال هكا، والتزامها بحماية حقوق المتقاضين. هاد الالتزامات بجوج من يقوم بهم؟ يقوم بهم المحامي. إذا ليس هناك دسترة للمهنة، ولكن هناك دسترة للمهام المهنية. دسترة المهنة كانت في قانون ديال تونس، الدستور ديال تونس فصل 105، جاب بن سعيد مسحها وصافي صيفطهم بحال هكا، لغاها والسلام عليك. بحال اليوم داك الشيء كله، لا مهنة لا مهنة ولا قضاء ولا شيء كاع جرى عليه هو ما عنده ما يدير، حيدو كامل. لكن حنا عندنا المهام ديالنا مدسترة، يجب أن يكون القانون المهنة ينبع منها. وعندما ينبع منها يجب أن تدخل في تعريفي الفصل الأول أنني أساهم في المحاكمة العادلة، ماشي أنا أسرة قضاء. أسرة قضاء واحد الجملة مفيدة ما عندها حتى شي قيمة اللي كيمكن لها تفيد بشي حاجة، لكن يجب أن أكون أساهم أنا في إنجاز المحاكمة العادلة. يعني أنا ذاك سأدخل كمهمتي وسأرتبط بمهامي بصفة الدستور، لهذا يترتب عليها الأشياء كلها اللي كنتكلموا عليها اليوم. كيمكن لي نطلب الحقوق اللي بغيت بما فيها إعطاء الصفة ديال المرفق العام ديال بالنسبة للمجلس الوطني، اللي أنا في رأيي هذه واحد المؤسسة مهمة. هذه راه مرحلة استئناف. راه مؤسسة قضائية. هذا المشروع اللي كاين اليوم المجالس ديال الهيئات غتولي محكمة، لأن غيتعرض أمام الوكيل العام باش يدين أنا الاستئناف ويلغيوه ويردوك متابع، لا كيتعرض أمامك. من ناحية ديال المبدأ فيها واحد الشيء إيجابي، ولكن أنا كمجلس وأنا كنقيب أنا ما محتاجش يتعرض ليا الغلط ديالنا حنا، خصني أنا نلعب أدوار ديالي كاملة. ملي حنا كنخدموا بالأدوار ديال كنخليو أنه توضع علينا السؤال اللي كيخصنا بطبيعة الحال نجاوبوا عليه. مسجد الآخر اللي كنعتبره أنا مسجد ماشي حبا وإنما قهرا، هو حل المشكل ديال المكاتب الأجنبية. المكاتب الأجنبية جاية، وإلا ما بغيناش ندخلوها حنا غندخل بجميع اللغات. دابا اش كيتقال؟ هو خليو الفرنساويين يديروا بلغتهم والإنجليزي يديروا بلغتهم ونجيبوا لهم ترجمان. يعني غيتسد الباب على المحامين بصفة، حنا باقي عندنا واحد الساروت اسمه اللغة العربية. لكن هذا الساروت حتى هو موضوع سؤال. اللي كيمكن هذه المكاتب الأجنبية، لهذا خصنا حنا نستبقوا الأشياء، نقول له المكتب الأجنبي إيه لكن يكون فيه مغربي، ماشي في الفساد، لا في التعاقد خصنا ندخل القنص التنظيمي باش يقول بنسبة كذا، باش يكون التمثيل ديالو حقيقي ماشي التمثيل ديالو غير صور. ومرحبا بجميع المكاتب الأجنبية، لأن بطبيعة الحال حنا كنقراو أنا شخصيا وبعض الإخوان الآخرين كنقراو المكاتب الأجنبية، حنا كنقولوا المغرب هو طريق لإفريقيا. راه كنديروا كذلك الشق السياسي والدفاع على بلادنا. إذا كيخص المكاتب تجي تلقى أطر
شابه ومحامين ومحاميات اللي القانون كيسعفهم، ولكن بطبيعه الحال نحمي فين كاين النقاش في هذا المشروع المسود هو انه مقدمون مفصولين مستقلين. حنا كنقولوا لا، المكتب الاجنبي في المغرب كيخضع للقانون، كيخضع للنقيب فين كاين، كان في الدار البيضاء كيخضع للنقيب، كان في الرباط، كان في القطر كيخضع للنقيب، يكون في امريكا ولا يكون في المانيا خصو يخضع للنقيب اللي كيشتغل عنده في الدائره ديالو. هذه القضايا هي اللي كنظن على انه اوليه، الشيء الاخر ما غندخلش فيه لان طويل وما كانش الوقت باش نتكلموا عليه. لكن انا نعطيهم هذا، لا نعطيك هاد القضايا اللي بالنسبه لنا احنا حيويه تاديب. عندنا ذاك السؤال الكبير، علاش كيقولنا خص النيابه العامه تهضر؟ كنتكلم تحت مراقبه الزملاء القضاه ديالنا كاملين، لان قلنا لهم خصنا واحد يكون في محكمه الاستئناف نقيب، قلنا مزيان حنا نكونوا معكم في التجهيز واحد النوع ديال. لكن حنا اليوم هذاك المجلس الوطني اللي هو مرحله استئنافيه في بعض القضايا، وانا متفق ماشي في كل شيء، حيث غير فينا هاد الاشكاليه ديال الاتعاب اليوم اللي كاين النقباء كيديروا بعض الصواب، وكاين الخباء اللي كيدير لك شي مبالغ ما عندها حتى شي معنى، اللي كاين فيها رد فعل عنيف من طرف الرؤساء محاكم الاستئناف، واش نتقلب عليه في محكمه النقد كيفاش تحل مشكلته؟ هذا هو خصو حل، لان التقدير في الاتعاب ما كيمكنش يديروا تقدير قاضي. كان عندنا قاضي كيدير تقدير عام كيدير 20000 15000 درهم، خرج ولا محامي ولا يقول اه شي قليل. كنتي كتحكم انت في الاتعاب كتبان لي كثيره. التقدير ديالها هذا هو من الاشياء اللي مرتبطه لنا. ولكن انا في هادشي كله باش ما نطولش عليكم لانه هادشي الوقت طال بزاف، انا كنظن الا ربحنا معركه واحده هي ديال المسطره الكتابيه في جميع القضايا، غادي يكونوا حقنا شي حاجه كبيره المهنه ديالنا. وكنظن على انه الاخوان ديالنا في الجمعيه والاخر الرئيس والاخوان ما نغرقوش في لي ديتاي، هما دابا حاطين لنا واحد مليون فصل مكتوب باش نبقى نناقش معك انا هذه والواو هنا واللام هنا والزي هنا، وهذاك الشيء كله حنا ما عندنا ما نديرو به. القضايا الكبيره اللي عندنا خص ترتبط المينا بالدستور وبحقوق بما يقرر الدستور من القواعد الدستوريه، وخص المسطره الكتابيه باش نحمي ونستوعب المحامين والمحاميات اللي انا اليوم غادي ندخلوا 1000 وغدا غادي ندخلوا اكثر من 1000، وما عندناش الحق في نهايه المطاف تاع كلنا حنا ولاد طبقه فقيره، باش من حقنا نمنعوا الناس اليوم؟ حيت حنا دخلنا الى جاي تطبق هذا المنطق عليا انا ب 77 انا ما كاينش انايا، علاش غادي نطبقوا على الاخرين؟ طبقوه على المعيار ديال الكفاءه، اتفقين هذا معيار موضوعي ما فيه نقاش، لكن لابد اننا نكونوا اكثر تفتح مع حقوق الانسان ومع حقوق الاخرين ونعتبروا في مستوى الاخرين. ولكن في نهايه المطاف قبل ما نختم بغيت نقول واحد الكلمه، هذا المشروع هذا اي قانون مهنة كما بغى يكون فيه خلفيات مهمه جدا مرتبطه بما يقع في داخل الجزء. اليوم كيتقلدنا ما كاين فيها حتى شي دوله، المحامين كيبقاو يغوتوا في القاع، هذا راه مكسب ديالنا حنا، هذا مكسب من المركز، مكسب من المركز. انا ماشي محامي باش يحكم فيا يقول لك الا ما سكتيش نخرجك، ولكن راه بدات البارح دوز واحد الملف ديال واحد الزميل جابوه للمجلس حيت المحضر ديال الجلسه فيه تخاصم مع واحد المحاميه، ودير المذكره درت كلمه واحده قلت لهم على دابا اللي كيحكم فيا انا كاتب بالضبط رئيس الجلسه، القانون كيقول محضر رئيس الجلسه، وباش الحق انتم تجيبوا هذا للمحكمه؟ باش تجيبوا بمحضر الجلسه؟ ولكن ملي كنسكتوا على حاجه كتزيد كتولد. كلكم كتذكروا على الرسول على مثلا البريد المضمون، كاين شي قانون كيقول لي خلص البريد المضمون، دابا ملي ما كتخرجش كيدير لك عدم القبول، وكيقول لنا انتم عندكم عدم قبول في النقد، عدم قبول في النقد لان انت كتحكم في نهار والنسخه ما كتعطيها لي على 4 شهور، باش غادي نعرف انا الحيات؟ ما نستلمش ما نديرش الطعن، نبقى نتسنى تيفوت الاجل ديال 10 ايام، انت عندك انت ما كان النسخه ديالك ما كايناش، وحنا اليوم ساكتين على السرعه الزملاء ديالنا والساده النقباء. كاينه مجزره اليوم في القضاء، عمركم شفتوا الجنايات المداوله على المقعد؟ الدار البيضاء الجنايات المداوله على المقعد،
على المقعد كيقولوا طران 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 خمس سنين ولدي سير انت استنتج. احنا ساكتين على هذه الاوضاع، هنا المسؤوليه ديالنا على المجتمع ديالنا. هنا اللي حنا خصنا نحميو هذا المجتمع. باقي ما بديناهاش ما درناهاش. ولهذا انا كنقول الاخوان ديالنا المسؤولين ديالنا الساده النقباء ديالنا اللي كنثقوا فيهم وكنعزوهم، كاين عندنا قضايا مركزيه الشيء الكبير هذاك الشيء اللي ديطاي ما عندنا ما نديرو به. اللي اساسي بالنسبه لنا جوج نقاط، اولا نصره كتابيه، ثانيا المعمل فيه خدامين حنا واللي هو المحاكم، اللي هو سير المحاكم. يجب ان نعود الى سير المحاكم عن طريق قانون المهنه. ما كيمكنش يتبرمج الجدول ديال الجلسه ديال كيدير كيديروا هذيك اللجنه الثلاثيه بلا ما خبر النقيب ديال شي مؤسسه. ما يمكنش. ملي كتبغيو تبرمجوا كتجتمعوا كيقول لك هذاك شي قضائي، قضائي خليه عندك، لكن انا من يتسالي تاخذ رايي باش نقول لك هذا القاضي الفلاني ماشي كف في هذه الماده، راه كف في هذه الماده، انت ما كتشوفوش، انا اللي كنشوفه، انت جالس في البيرو ديالك، انا اللي كنشوف مهمته ديالو، انا اللي كنشوف هذه الكتيبه شنو كيدير. هذا اخراجنا من المهمه مع الاسف بالمشروع ديال القانون التنظيمي اللي دار في عهد السي مصطفى الرميد، هو اللي خرج اللجنه الثلاثيه، ما بقاتش بلاصه النقيب ولا عندنا كاتب الضبط، وتحكموا لها في المحكمه. وحنا ولينا غرباء عليها، كنعرفوها، وراه غدا قلنا باقي ما حليناش الباب. ما تدخلوش يا سي تال تسعود. راه هادشي اللي داز الكوفيد ماشي ساهل. شيء من ذلك. شكرا لكم.